صباح الفل. النهاردة هيبقى يومنا تقريبا في هذا الطريق، لان انا تقريبا خلصته. لما انت هتتفرج عليه من بدايته هكون انا نهيت هذا الطريق. لو حابب ان انت تتفرج على هذا الفيديو اهلا وسهلا بحضرتك، لو حابب ان انت تقول تعليق محترم مهذب جميل اهلا وسهلا بحضرتك، لو عاوز تشترك في القناة اهلا وسهلا بحضرتك، تشرفني وتنورني. لو عاوز اي حاجة في اي حاجة انا معاك وتحت امرك. والجو الجميل الحلو ده اللي كله امطار وهدوء. وبالمناسبة يا جماعة الساعة 6:30 صباحا الان. لما بدأت هذا الفيديو كان تقريبا الساعة 6:05 في الحدود دي تقريبا. وصباحكم جميل، صباحكم عسل، صباحكم عنب وعنب، ويلا نبدأ الفيديو على بركة الله. صباح خير، صباح خير، صباح خير، كله تمام. اقول لكم ايه، صباح الفل عليكم وعلى عيونكم. لحد لسه صاحي من النوم والدنيا خربانه، راح مشوار دعواتكم، بعدين اقول لكم التفاصيل. النهارده هيبقى فيديو ان شاء الله يليق بمقامكم. يلا بينا، يلا بينا. لما بتخلص مرحله التعليم الاولى اللي هي تؤهلك للعمل اللي هي مرحله البي ايز، ما بيبقاش اجبار عليك برضو ان انت تشتغل، بيخيروك تشتغل ولا تكمل دراسة، خصوصا الناس اللي هي معاها مؤهلات عليا هيستفادوا بخبراتهم وبتعليمهم، فهمت؟ فالموضوع ده بيبقى اختياري ليك، ما بيبقاش اجباري عليك ان انت تشتغل، لان انت لو اشتغلت بالبي اينز هتشتغل في الاعمال اللي هي ايه؟ اللي هي مش في مؤهلك ومش في تعليمك ومش في دراستك، وصلت؟ نطلع بره. الساعة 6 صباحا دلوقتي. انا خارج رايح مشوار، ادعو لي بالتوفيق، ربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله. بحاول ان انا اجتهد واسعى، وتوفيق من عند الله. انت دايما في حياتك خليك دايما اعمل اللي عليك وارمي الباقي على الله، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عنده الخير، ربنا ما عندوش الشر ابدا، عمره ما جاب للبني ادم الشر، البني ادم هو اللي بيصنع الشر بايديه، بلسانه، تصرفاته، باقواله، حاجات كتيره قوي بيبقى البني ادم هو السبب فيها، فهمت؟ فانت دايما يا حبيبي اعمل اللي عليك في الخير وسيب الباقي على الله. ربنا سبحانه وتعالى لما احيانا ما بيوفقكش في شيء ممكن يكون احتمال كبير ان هو يكون اختبار من الله عز وجل، ان ربنا سبحانه وتعالى بيختبرك، بيشوف مقدار صبرك. لما بيبتليك بمصائب كبيره ما يتحملهاش حد بيبقى اختبارات من الله، فدايما خليك مع الله. صباح الفل. وخرجنا على الشارع العمومي. شايفين المانيا الصبح بدري عامله ازاي؟ لسه الناس ما خرجتش، الشوارع ما ازدحمتش كالعاده، والناس لسه ما راحتش اشغالها. اسعى واصحى بدري، البدري فيه بركه، وبركه من ربنا، في رزق بيبقى مكتوب لك في صحيان بدري. مهم قوي ان انت تعمل الموضوع ده. انا متعود على صحيان بدري زي ما قلت لكم من زمان جدا، من قبل حتى اوكرانيا، وانا بحب دايما اصحى بدري، لان البدري فيه ايه؟ البدري فيه رزق وخير. خلينا نخش من هنا. صباح الفل. طبعا في امطار من بدري وهي بتمطر زي ما انتم شايفين. بصوا الارض عامله ازاي، شايفين؟ بس اجواء ما شاء الله جميله قوي قوي. صباح الفل. اخرج لو عندك طاقه توكل على الله، لو ما عندكش والله لو صليت هيبقى عندك الطاقه، لو قمت قريت في القران هيبقى عندك طاقه، لو استعذت من الشيطان الرجيم هيبقى عندك طاقة، واهم حاجة الطاقة. صباح الفل، مش مشروب الطاقة. يا مسهل. لما بصحى بدري وبلاقي امطار ببقى مرتاح نفسيا جدا. والله انت نفسك كمان في بلدك لما بينزل المطر سبحان الله بينزل في قلبك السكينة والرحمة والهدوء، وبتبقى يعني عندك تفاؤل بالحياة والدنيا ان انت ربنا هيكرمك في يوم من الايام، ما كانش النهارده هيبقى بكره، المهم ان انت تجتهد، المهم ان انت تتقي الله، ودي اهم حاجه ان انت تتقي الله في كل شيء في حياتك. وده ما يمنعش ان المطر بيريحك نفسيا وبيهدي اعصابك على الاخر. بحاول ان انا اوريكم الاجواء، خليني اصور لكم الهدوء اللي احنا موجودين فيه. بصوا يا جماعه الجمال، الصبحيه وانت ماشي في المكان لوحدك، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، استمتاع بالحياة
بدون زحام، بدون دوشة، بدون رغي، بدون ما تسمع لده والقيل والقال. كبر دماغك، استمر في حياتك عشان حياتك هتستمر بمزاجك او غصب عنك. يا عيني يا عيني يا عيني على الحلاوة والهدوء الجميل. والصبح الشمس لسه بتشرق. على فكرة النهاردة الجو يعني مقياسا لاول امبارح، بلاش امبارح عشان امبارح كان دفى، حتى انا يعني كنت لابس جاكت فما طقتش ان انا ابقى لابسه وقفله على طول، فتحت الجاكت وتقريبا قضيت طول اليوم وانا فاتح الجاكت. النهارده بقى الجو زي الفل، بص لدرجه ان انا مش لابس الجوانتي ولا الايس كاب، واخر روقان يعني. مش عاوز اقول لك جو ربيع عشان ما بلغش، ولكن جو اللي هو بتاع اخر الربيع، الامطار واليوم الحلو والهدوء والجو الدافي الحلو اللذيذ اللي انت تبقى حبه. وصباح الفل. وليه بتبص قوي؟ مش عارف ليه بتبص بقى، بتقول لك ده الراجل ده بيصور بيعمل ايه، بيخطط لايه. يا عيني يا عيني يا عيني. يلا يلا يا رجاله، يلا يلا شنل 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 شنل. صباح الفل. هدوء هدوء هدوء، وانت مستمتع، مستمتع بهذا الهدوء وهذا الجمال. سبحان الله، بصوا فوق الحمام اللي هناك ده الصبحية بياخد رزقه، وايه واقفين على الصورة هون ولا السطح دون، شايفين كمية ما شاء الله، وايه بينزلوا ياخدوا رزقهم. اول ما بيتجمع الحمام دون تبص تلاقي الحمام كله يتجمع في مكان واحد، يعني تيجي حمامتين تقف في حتة بياكلوا، تلاقي كل الحمام سبحان الله زي ما بيكون بيلاغي بعض او بيقول للبعض رسالة، تعالوا هنا في اكل، فييجوا كلهم ياكلوا طارهم. ما زالت الاحتفالات بتاعت اللي هي الاعياد الميلاد والكريسماس ما زالت شغاله، والانوار في المدينه ما شاء الله حاجه ترد الروح صراحه. ما عملتش فيديو ولكن عملت شورتس كتير، لو انت حابب تتابع وتشوف المدينه في الاعياد عامله ازاي اتفرج عليها، هتغير جو. انا دايما بعمل لكم الاشياء اللي تخليكم انتم ترتاحوا نفسيا وتغيروا جو. اهم حاجه ان انت تغير جو في هذا الوقت وهذا الضغط العصبي والمعنوي والمادي والاسري، وكل حاجه بقت الحياه كلها ضغوطات، كلها مشاكل بسبب الفلوس بصراحه. يعني في الدول العربيه اغلب المشاكل هي مشاكل ماديه للاسف. والله يعين الناس، تلاقي الراجل يا ولده بيشتغل شغله واثنين وثلاثه عشان يكفي بيته، دي حقيقه فعلا. وبتاخد ملاليم، يعني بتتعب وبتاخد ملاليم. البلاد دي صراحه المرتبات فيها ممتازه والعيشه فيها اميز واميز والحياه فيها اجمل واجمل، وانت دايما بتدور لنفسك على الصح وبتعيش فيه، مش انت خاين ولا لا، كل واحد بيدور على المكان الافضل يعيش فيه وبلده هتبقى في قلبه مدى الحياه، لان الوطن هيبقى وطن مهما كان. يعني الواحد يلف ويدور وهنا وهنا وفي الاخر يقول انا مصري، انا سعودي، انا عراقي، انا كويتي، انا فلسطيني، انا كذا انا كذا. فالناس ما بتخرجش من الوطن بتاع. بص الكلب ده ما شاء الله صاحبه بيلعبه بالكوره اهو، ويخلينا نتمشى في طريقنا، طريق النجاح ان شاء الله باذن الله. بحاول ان انا اشارك معاكم تجربتي اليوميه واقول لكم كلام انا لما بسمعه بستفاد منه، يعني انا بستفاد منه في الاصل وفي البدايه. وصلت؟ يعني الواحد ما بيعيش كده يعني. ما شاء الله هدوء، يعني عارف هدوء هدوء يعني رائع. يا عيني على الحلاوه، يا عيني على الروقان والهدوء والبنيه التحتيه الجميله. في حد كان قال لي لو الحرب وقفت في اوكرانيا هترجع اوكرانيا؟ ده انا عاوز ارجع النهارده قبل بكره، يعني مجرد ما توقف طبعا هرجع اوكرانيا، بلدي التاني بعد مصر، ما اقدرش استغنى عنها حبيبه قلبي اوكرانيا. والعبره بالنهايات، وان شاء الله خير باذن الله، الله المستعان. وما زلنا في طريقنا الهادئ الجميل، وانتم معانا ناس عسل ومحترمين وانا بحبكم جدا والله. بالنسبه لي القناه زي ما قلت لكم قبل كده كتير قوي قوي قوي، اني انا القناه الحمد لله يعني ما زالت لم تفتح بيتي، ما زالت لم تفتح بيتك. طبعا ما زالت لم تفتح بيتي، الحمد لله وربنا اعلم بكل شيء، ولكن مسير الامور ترتاح وتهدى
وانا عارف زي ما قلت لكم انا ممكن اغير اسم القناه صعيدي عايش في المانيا، هيبقى اتجاهات الناس اللي هي بتبحث عن المانيا هتدور على قناتي وتتفرج عليها، وانا متاكد من هذا الكلام. ولكن الناس اللي هي مهتمه باوكرانيا وشان الاوكراني والسفر لاوكرانيا والدراسه في اوكرانيا، الناس دول دلوقتي ما بقوش يهتموا بهذا الموضوع. هو ده القصه، يعني الحكمه والمشكله والعقبه في اسم القناه. وانا بعتز جدا بهذه القناه، انا ممكن افتح قناه جديده واسميها اي اسم، اي اسم تاني، وافرجكم عليها بعد شهر، بعد شهرين يا عم عشان ما بلغش. ولكن ادينا بنجتهد، وصباحكم جميل، وصباحكم عنب وعناب، وصباحكم عسل ان شاء الله باذن الله. يعني في مشواري الصباحي دون، طبعا انتوا دعيتولي وربنا يجازيكم الخير يا رب ان شاء الله باذن الله. اتمنى لكم حياه كريمه، حياه جيده، تحققوا فيها كل احلامكم وكل طموحاتكم، وتشوفوا اولادكم اللي اهم منكم في احسن الاماكن. دي اهم حاجه، الناس كلها تجتهد عشان خاطر اولادها. اتمنى لكم كل خير، صباحكم عسل، صباحكم خير، صباحكم رزق، صباحكم كل حاجه حلوه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.